مشاهدينا سلام الله عليكم الرابعة مساء من قناة ليبيا إلى العناوين. بلدية الواحات تستكمل تسجيل ناخبيها و15 بلدية أخرى تستعد لانتخابات مجالسها البلدية. سبعمائة وست إصابات جديدة بكورونا ولجنة مكافحة الوباء تؤكد فتح اعتماد لتوريد مليوني لقاح وبعد نجاح سينا في الدراسة للمراحل الأولى الجامعة الليبية تدرس خططها لاستقبال طلابها كشف ناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية خالد يونس كشف عن أن عدد المسجلين ببلديات جالو وأوجل وشخرة تجاوز الثلاثة عشر ألفا وهي نسبة قال إنها ممتازة جدا مقارنة بعدد السكان بعض هذه البلديات مشيرا في إيجاز صحفي إلى أن فترة التسجيل وقد انتهت وخلال الأسبوع القادم سيتاح المشرحين القيام بحملتهم الانتخابيه. في الاسابيع الماضيه شرعت اللجنه المركزيه بتحديد عدد من البلديات وهي 15 بلديه ليتم اجراء العمليه الانتخابيه بها كانت على راسها بلديه درنا وكانت البدايه ببلديات الوحات جالو واوجله واشخرة والان في هذه اللحظه وفي الفتره الحاليه انتهينا من فتره تسجيل الناخبين ببلديات جالو واوجله واشخرة وكانت نسبه التسجيل مطمئنة ومبشرة جدا نسبة لعدد السكان كانت 13102 ناخب أيضا خلال الأسابيع القادمة سيتم البدء في الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين ثم يوم صمت انتخابي يسبق يوم الاقتراع هذا واضاف يونس ان اللجنه قد اعلنت عن خمس عشره بلديه مستهدفه ضمن خطه اللجنه للانتخابات البلديه مشيرا الي ان باب تسجيل الناخبين سيفتح الايام القادمه ببلديات القبه ومساعد وبيرلشب وقردس العبيد الفترة القادمة أيضا ستشرع اللجنة المركزية في فتح سجل الناخبين بأربع بلديات وهي بلدية مساعد وبلدية بيرلشهر وبلدية القبة وبلدية جردس العبيد بعد انتهاء انتهاء المرحلة الحالية ستشرع اللجنة المركزية في البدء في مجموعة بلديات وستتبع اللجنة الخطة الخطة المحددة مسبقا وهي توسيع عدد البلديات وايضا من حيث المساحه ومن عدد السكان وايضا من حيث عدد البلديات حيث ستكون البلديات المستهدفه من ضمنها بلديات كبرى كبلديه البيضاء وشحات وجدابيه اضافه الى بلديات اخرى كالساحل وبلديات زويتينا سلطان وبمقر المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات اختتمت امس ورشه تدريبيه نفذتها اداره التوعيه والتواصل بالتعاون مع المنظمه الدوليه للنظم الانتخابيه تحت عنوان الرجل الحليف وتناولت الورشه التي استمرت فعاليتها ثلاثه ايام بمشاركه مدري ادارات ومكاتب المفوضيه ورؤساء اقسامها تناولت كيفيه اشراك المراه في الادوار القياديه والمشاركه بين الجنسين في الوصول الى تحقيق القيادة الوظيفية وخلق بيئة مهنية سليمة خالية من العوائق وتضمن اليوم الختام نشاطات تدريبية نفذها المشاركون فضلا عن توزيع شهادات المشاركة أكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا فتح اعتماد للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لتوريد أول دفعة من اللقاح بعدد مليوني جرعة مشيرة إلى أن الإجراءات قائمة على قدم وساق. اللجنة وخلال اجتماعها أمس بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة كلفت اللجنة الطبية الاستشارية بتقييم الإجراءات المتخذة في المؤسسات التعليمية مخاطبة رئاسة الوزراء لتوفير كل الاحتياجات لفتح المؤسسات المؤسسات التعليمية حتى لا تضطر إلى إصدار تعليمات بخصوص إقفال المدارس، كما أقرت السماح بإعادة النشاط الرياضي في الصالات والملاعب الرياضية بشرط عدم حضور الجمهور والالتزام بالتدابير الاحترازية اختتم المركز الوطني مكافحه الامراض ورشه استهدفت الراصدين لتدريبهم على استخدام تطبيق التبليغ المستحدث لنظام الانذار المبكر الورشه التي نظمها المركز بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه وحضرها راصدون من عده مناطق ليبيه تهدف الى تدريب المشاركين على ارسال البلاغات الفوريه والتقارير التجميعيه عن حالات الامراض المعديه عبر منظومه الكترونيه مستحدثه هذا فيما انطلقت أمس بمدينة طرابلس الدورة التدريبية التي نظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة الأوبئة وشارك في الدورة 13 عنصرا من فرق الرصد والاستجابة السريعة من الأطباء وفني الصحة العامة وفني المختبرات ومكافحة العدوى وإدخال البيانات ببلدية بني وليد حول آخر حصيلة محلية للإصابة بكورونا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 706 حالات جديدة بفيروس كورونا و511 حالة شفاء وبين المركز في تقريره اليومي حول الوضع الوبائي أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة لترتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1337 706 حالات جديدة بكورونا سجلت في ليبيا أمس، أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه الأخير جاءت نتيجة إجراء تحاليل لـ 4943 عينة. الحالات توزعت بين 549 جديدة و157 مخالطة، العدد الأكبر منها سجلته طرابلس بواقع 359 إصابة. لتتوزع البقية على 39 مدينة ومنطقة مختلفة لجنة التواصل والإعلام بالمركز الوطني أعلنت كذلك تسجيل 511 حالة شفاء جديدة لترفع رصيد حالة الشفاء المسجلة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 63231 حالة في حين استسلمت 13 حالة للإصابة بالمرض وانتقلوا إلى رحمة الله ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بكورونا 1337 وفاة مع تجاوز الإصابات المؤكدة في البلاد حاجز ثلاثة وتسعين ألفا تصريحات ترد بأن اللقاح سيكون متوفرا في البلاد بحلول الربع الأول من العام المقبل فهل سيتم بالفعل توفيره خلال هذه الفترة قبل أن يخطف مزيدا من الأرواح؟ اكد فريق رصد وطقس التابع لاداره الشؤون الصحيه بالبيض ان اوضاع المصابين بفيروس كورونا في دار المسنين تسير نحو الاستقرار ولا وجود لاي مشاكل نفسيه حاده بين المصابين، جاء ذلك خلال زياره اجراها الفريق امس لدار المسنين في اليوم الثامن من الحجر بهدف الاطمئنان على الاوضاع الصحيه للنزلاء والعاملين بالدار وتقديم الرعايه الصحيه لهم. من جانبه أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 16 إصابة بكورونا 15 منها جديدة وحالة واحدة مخالطة وقال المركز في بيان له أمس إن الحالات توزعت على مدن سبها ب11 حالة والقطرون بثلاث حالات والغريفة وتراغن بحالة واحدة في كل منهما أما في سرمان فقالت لجنة مجابات كورونا هناك أن البلدية سجلت أمس سبع إصابات جديدة بالفيروس من أصل 78 مسحة أوضحت اللجنة في منشورها اليومي حول الوضع الوبائي في البلدية أن الحالات الموجبة تم تسجيلها في أب الريش وسرمان المدينة والشاطئ والساحل وعطاف هذا كما أشارت اللجنة إلى تسجيل 12 حالة شفاء مع عدم تسجيل أي وفيات <applause> عقد بمسرح كلية الآداب بجامعة بني وليد أمس اجتماع موسع ضم رئيس الجامعة والكاتب العام ووكيل الشؤون العلمية وعمداء ورؤساء الأقسام بالكليات إضافة إلى مدير مكاتب بالإدارة العامة للجامعة. الاجتماع استعرض مسيرة الجامعة خلال هذا العام وما تم تنفيذه من برامج تنظيمية ومشاريع تنموية أسهمت في التطور الأكاديمي وفتح آفاق التعاون الدولي كما تمت مناقشة التجهيزات لانطلاق العام الجامعي الجديد وفق الإجراءات الاحترازية المقررة الحمد لله وبفضله كل الكليات في جامعة بني وليد تعمل بشكل جيد بالمنظومة الإلكترونية بالنسبة لي الامتحانات طبعا اللي هي فيما يتعلق بنتائج الطلاب وفيما يتعلق برصد الدرجات وفيما يتعلق بنشر نتائجهم كلها الحمد لله استوفت وهذا يعتبر انجاز ممتاز جدا هنا جامعه بني وليد حاليا تتوفر بها كل لوازم التشغيل من معامل ولوازم تشغيل اخرى بالنسبه للكليات التقنيه والتطبيقيه من معدات معامل الى غيره في ملف التعليم قام رئيس جامعه عمر المختار الدكتور فوزي كريم بزياره الى فرع الجامعه في درنه رفقه مدير اداره الشؤون الفنيه والمشروعات يوسف ميلود وعدد من المسؤولين بالجامعه وتم خلال هذه الزياره الاطلاع على المشاكل التي تعيق سير العمل بكليه فرع الجامعه بدرنه حيث تاتي هذه الزياره في اطار متابعه سير العمل والاطمئنان على سير اعمال الصيانه لمقرات الفرع ومعالجه المشاريع المتعثره في الجامعه نظم مركز البحوث والاستشارات والتدريب بجامعة صبرات اليوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة لماذا أنا لحقوق المرأة نظم جلسة حوارية بعنوان العنف الوظيفي ضد المرأة بين الجهل والتعطيم تناولت هذه الجلسة محاور تركزت حول العنف الوظيفي وصوره ودور المؤسسات التعليمية والأجهزة الرقابية والنقابات والقضاء في الحد منه اليوم طبعا يشرف المركز على حواريه عن العنف الوظيفي ضد المراه بين الجهل والتعتيم طبعا هذه الحواريه تتنوع او تتناول مجموعه من المحاور منها اعطاء نبذه عن العنف الوظيفي ضد المراه وصوره كذلك دور القضاء دور مؤسسات المجتمع المدني وكذلك دور المؤسسات الحكوميه في مجابهه هذا العنف الذي تتعرض له المراه اثناء ممارستها لوظيفتها وطبعا حضر كان الحضور الحمد لله طب متنوع من اجهزه رقابيه للدوله كان فيها اعضاء من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أيضا كان هناك أعضاء من القضاء يساهموا من أجل حل هذه الإشكالية التي تتعرض لها المرأة الليبية طبعا أثناء ممارستها للوظيفة أما بجامعة سرت فقد أجريت أمس الحوارية الثالثة والأخيرة ضمن المبادرة الإعلامية التوعوية خطاب الكراهية وآليات المواجهة برعاية منظمة مسارات للسلام والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وشهدت الحوارية حضور عدد من المحامين والحقوقيين وأساتذة الإعلام والقانون بجامعة سرت وخلصت إلى جملة من مقترحات الحلول لتجنب خطاب الكراهية هذا كما أكد المشاركون على ضرورة استمرار مثل هذه الحواريات وورش العمل من أجل نبذ خطاب الكراهية اليوم تناولنا بنخبة من أساتذة بجامعة سرت بخصوص هذه المبادرة وكانت هناك وجهات نظر وحقيقة حتى أنفيدوا المواطن بخصوص اللي هي الصلح والمصلحة الوطنية ومصلحة البلد طبعا خذينا وجهات نظر متباينه من حقوقيين واعلاميين في هذه المبادره وكان يعني المنطلق من هذه المبادره هو يعني وضع تشريعات قانونيه تنظم المسائل الاعلاميه. الرابعه متواصله وفيها بعد فاصل قصير. مع اشتداد فصل الشتاء، الصرف الصحي والكهرباء تنجزان اعمال الصيانه في عدد من المناطق. اهلا بكم قال وكيل الوزارة المالية بالحكومة الليبية ادريس شريف ان تحديد سعر الصرف جاء بعدما وصلت اسعار الدولار مقابل الدينار الى ارقام قياسية في السوق السوداء، نظرا للسياسة الكمية التي طرحها المصرف المركزي طيله السنوات الماضية. واضاف شريف في تصريح له انه وبحسب القرار تم تثبيت السعر تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة، وهو ما يعد مشكلة لانه كان من المتوقع اعلان سعر تجاري يتم البيع به على ان يبقى السعر تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة على ما هو عليه ويتم التخفيض التدريجي للسعر التجاري المعلن عنه شيئا فشيئا إلى أن يصلوا إلى السعر الذي يستهدفونه تحت عنوان الاستشارات والمعلومات التجارية أقامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالزنتان ورشة عمل استهدفت بها أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة لإرشادهم وإعطائهم أهم النقاط للبدء في مشاريعهم بالإضافة إلى دراسة المخاطر وتحقيق الأهداف. هذا وتسعى الغرفة إلى إعطاء ورش عمل أخرى في هذه الفترة لأصحاب المشاريع الصغرى وأصحاب الأفكار التجارية والصناعية للاستفادة من قدراتهم وترشيدهم وتوفير كل السبل للرفع من الكفاءات هي مهتمة بالبيئة المحيطة بالأعمال في أي منطقة أخذنا كمثال منطقة الزنتان شن هي الصعوبات شن العراقيل وكيف الطرق اللي هي يستخدمها رجال الأعمال لتدليل هذه الصعاب المستهدفين اللي هي رجال الأعمال وخصوصا رجال الأعمال الجدد اللي هم مقبلين على المشاريع ومقبلين على الحياة كان لنا حضور في هذه في ورشة العمل هذه كمركز النخبة وك وكأحد رجال أعمال بالزنتان وكانت ورشة عمل قيمة جدا وممتازة تحتوي على بعض المعلومات وال, وال ورد على بعض الاستفسارات المهمة التي تهم رجال الأعمال والمهتمين بمجال ريادة الأعمال و والبزنس في الزيتان وفي المنطقه بشكل عام الى بلديه اوباري حيث تشهد محله الحطبه بالبلديه ازمه في شبكه الصرف الصحي منذ سنوات طويله وقد تفاقمت في الاونه الاخيره بسبب تعطل مضخه المياه وامتلاء المجمع ما ادى الى انسداد مواسير الصرف وهذا ابدى سكان المدينه استعدادهم للمساهمه مع البلديه حسب قدراتهم الماليه لانهاء الازمه رغم امتلاك مكتب الاصحاح البيئي سيارات جديده تعمل على شفط المياه من الابار السوداء خصوص المياه حتى المياه هذه متراكمة مجاري من من الثمانينات كانت دايلها مجمع موقت داخل وكل المجمع داخل البلاد فلهذا حتى الناس تضررت منه ومعبية واحد ما عادش يقدر يدحوش وفي اللي خلى حتى حوشه حول لمزرعته والله وين من, من الظروف هذه اللي حاصلة على المجاري المجاري هذه جاء مقاول كيف ما قلت أعطى جعل البلدية وحصل العطاء ولكن المسافة صغيرة المسافه ما توصلش للمجمع اللي هو اللي بوف في الجهه البحريه في الرمله ما يوصلش خالص قعدت المشكله ما انحلتش. في العزيزيه تتواصل اعمال الصيانه التي يقوم بها مكتب المياه والصرف الصحي ببلديه العزيزيه بالتعاون مع المجلس التسيري لتوصيل المياه الى الاحياء السكنيه بالبلديه تم ربط عدد من شبكات المياه الفرعيه بشبكه المياه الرئيسيه بطول 1600 متر. أقوم اليوم بشغل الأربعاء بتركيب خط من مير الملابس إلى حي الأوقاف بطول 1600 متر المنطقة تعاني من عشرين سنة لا توجد بمياه مياه ونشكر المجلس التأثيري للتعاون مع المكتب ونشكر إدارة جفارة للتعاون مع الشغل معانا هذا فيما عقد بقاعة المجلس البلدي كباو اجتماع بحضور أعضاء المجلس البلدي ومدير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ببلديتي كباو والحرابة وأعضاء العمل التطوعي المختصين بمجال المياه تطرخ الاجتماع العديد من الصعوبات التي تواجه مسؤول المياه ومشرفي محطات المياه داخل البلدية وحسب المجتمعين فإن البلدية ستقوم في الأيام القريبة بحل هذه المشاكل بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في بلدية كاباو. في وفي ملف الكهرباء أعلنت الشركة العامة انتهاء أعمال الصيانة الوحدة الغازية الخامسة بمحطة شمال بنغازي أوضحت الشركة أن أعمال الصيانة جعلت الوحدة تعمل ب أو تحمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 130 ميجا وات لتدخل الشبكة الكهربائية هذا وتمثلت أعمال الصيانة في تغيير البلاط لغرفة الاحتراق وأجزاء أخرى بالوحدة بحسب شركة الكهرباء كما أشارت الشركة إلى استمرار أعمال الصيانة بمنطقة عين زارة وأضافت أن فرقها تقوم بصيانة محاولة منطقة عين زارة وتمتيد الكوابل ومنها تنفيذ كابل منخفض 220 من محطة البغدادي بالتعاون مع شركة نظم للأعمال الكهربائية بمنطقة الاستراحة الحمراء الحياه لا طعم لها بلا امل فكثير من ذوي الاحتياجات الخاصه يفقدون املهم مع عدم توفر برامج لدعمهم ودمجهم في المجتمع من هذا المنطلق اقام مركز بنات بجدابيا دوره تدريبيه استهدفت فتيات من ذوات الصم وضعاف السمع توقفت حياتهن بعد مرحله الثانويه فعلمهن او علمهن حرفه الخياطه واهلهن او اهلهن كذلك للدمج في المجتمع هنا حيث لا ينتهي الامل في هذا المركز بدات مسيره اخرى لفتيات ظنن ان الحياه توقفت عند مرحله ما، لكن ايا كانت العوائق فهناك دائما امل. مركز بناتي لتعليم الخياطه والكروشيه والتريكو في جدابيا بدا دوره تدريبيه لطالبات من فئه الصم والضعاف السمع لتعليمهن الخياطه الدوره كانت بمثابه بدايه جديده لفتيات توقفت حياتهن ما بعد مرحله الثانويه طبعا الطالب مجموعه هذه كانت بعد الثانويه ما عندهم يمشوا فئه الصم وضعف السمع الدراسه نتاعهم في المعهد لعند الشهاده الثانويه فقط الهم فتره كان في البيت ففتحنا لهم الدوره هذه هابي. الدوره هذه طبعا كانت مجانا طالبات ما شاء الله يعني عندهم قوة استيعاب ما شاء الله أنام الذهبية ما شاء الله لا قوة الا بالله الدورة التي استمرت ستة اسابيع استطاعت ان تعلم تسعة متدربات فنون الخياطة والتفصيل لعل الجهات ذات الاختصاص تبادر بدمجهن في المجتمع بنتي بصراحة تعلمت حاجات تمت بالتفصيل في الخياطة ما شاء الله نطلب دعم انهم يفتحوا لهم مثلا مشغل حتى يقدروا البنات يكملن المهمة بتاعهن هن بعدين انا نشوف ذوي الحاجات المح... الصم بالذات يعني الشريحه هذه مظلومه انهم هم لما يتخرجوا من الثانويه يقعدوا في الحواشين ما عادش لهم اي شيء. خطوة بادر بها مركز بناتي بهدف دعم وتشجيع النساء لا سيما ذوات الاحتياجات الخاصة وتأهيلهن للاندماج في المجتمع ونختم نشرتنا من وادي الشاطي حيث انتقلت او انطلقت بقلعه براك الاثريه بوادي الشاطي فعاليات مهرجان براك الثقافي في دورته الثانيه وسط حضور شعبي كبير وشارك في هذا المهرجان الذي تستمر فعاليته ثلاثه ايام حوالي 25 جمعيه ومنظمه بالاضافه للفرق الموسيقيه والمسرحيه كما شهد المهرجان حضورا من اغلب مناطق الجنوب بالاضافه الى مشاركات من المنطقتين الوسطى والغربيه من داخل أسوار بيت الثقافة بقلعة براك الأثرية بوادي الشاطئ، عشنا فعاليات مهرجان براك الثقافي في دورته الثانية، الذي تفاعل الحاضرون مع برامجه المتنوعة بين عروض موسيقية وفنية ومسرحية، بالإضافة إلى الشعر. تضم هذه المعارض البازارات اي المبيعات وتضم ايضا المعارض التراثيه ومعارض الملابس والمأكولات الشعبيه تخلل ايضا برنامج الافتتاح لهذا اليوم على خشبه مسرح بيت الثقافه بوادي الشاطي العديد من الفقرات الموسيقيه المهرجان افتتح بكرنفال شارك فيه العديد من الحضور بالاضافه الى الفرسان والفرق الكشفيه ومنتسبي الهلال الاحمر افتتاح هذا المهرجان كرنفال اي مسير ضم العديد من الفرق مثل الفرق الكشفيه والهلال الاحمر والفرسان طبعا شاركت العديد من المنظمات والجمعيات في هذا المهرجان في المعارض أكثر من 25 منظمة أو جمعية شاركت في هذا المهرجان من جميع أنحاء ليبيا مشاركات عديدة من المنظمات والمؤسسات المنظمات والجمعيات وخاصة في المنطقة الجنوبية والجفرة نتمنى إن شاء الله أن نرى ليبيا في يوم جميل في حله جميله يجتمع ابناء ليبيا كما يجتمع اهلنا اليوم في قلعه براكشاطي وبلوحات فنيه استذكرت التراث الليبي تزين المهرجان الذي احيته فرق فنيه من اغلب مناطق الجنوب بالاضافه الى مشاركات من المنطقتين الوسطى والغربيه وهذه جوله سريعه في اسعار العملات ختام الرابعة إلى العناوين بلديات الواحات تستكمل تسجيل ناخبيها وخمس عشرة بلدية أخرى تستعد لانتخاب مجالسها البلدية سبعمائة وست إصابات جديدة بكورونا ولجنة مكافحة الوباء تؤكد فتح اعتماد لتوريد مليوني لقاح وبعد نجاح استئناف دراستي للمراحل الأولى الجامعات الليبية تدرس خطط لاستقبال طلابها إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الرابع ختاما هذه تحية مني لكم إلى اللقاء